نقطة مهمة جدا في هذه الجزئية. 5 لعيبة من الأهلي في جوائز الأفضل داخل إفريقيا، لكن لما شفنا الأسماء اللي تم إعلانها من الكاف في البداية خالص، أفضل لعيبة إفريقية اللي هو اللعيبة المحترفة اللي بتلعب خارج إفريقيا أو أفضل لعيبة محترفة، كان عندنا 3 لعيبة من ضمن أفضل 30. كان 3 لعيبة من الأهلي من ضمن أفضل 30، على رأسهم كان علي معلول. قدام مين؟ قدام محمد صلاح، وقدام ساديو ماني، وقدام أكتر من لاعب مميز كمان رياض محرز اللاعب الجزائري بيلعب في مانشستر سيتي. فبالتالي أنت عندك أفضل لعيبة كلاعيبة أفارقة مع المحترفين، وكلاعيبة أفريقية بتلعب داخل مسابقات الأندية الإفريقية. أفضل مدرب كمان بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، بينافس على الجائزة مع كارلوس كيروش وأليو سوسي مدرب المنتخبات. فبالتالي أنت عندك أفضل لعيبة في أفريقيا مش أفضل لعيبة في مصر، بس محتاج في الملعب تثبت للجميع إنك أنت الأفضل. محتاج تثبت ده، وده مش أمور فنية، دي أمور متعلقة بك أنت كلاعب كورة. لازم تدافع عن اسمك وعن تاريخك في مباراة زي دي. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند.